هذا موعد حلول عيد الأضحى المبارك بالمغرب لعام 1443 2022. فهشام العيساوي الخبير الفلكي خريج دار الحديث الحسنية عن موعد حلول عيد الأضحى بالمغرب لعام 1443 2022. ونشر العيساوي تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول فيها إن عيد الأضحى سيحل بالمملكة المغربية يوم 10 من شهر يوليوز 2022. وأضاف الخبير في علم الفلك في تدوينة تناقلتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن ذكرى المولد النبوي الشريف بالمغرب لعام 1443 2022 ستصادف 9 من شهر أكتوبر.